إن هذا العالم هو عالم العمل الجماعي، فنحن نعيش معا ونتسوق معا، نعمل معا وندرس معا، نحن نلعب معا ونرقص معا، نحن نضحك معا، نحن نأكل معا، نحن نصلي ونحزن معا. عالمنا مبني على مشاركة مشاعرنا مع من نحب أو حتى مع الغرباء. ومنذ ما يقارب العام لم يعد بمقدورنا أن نتعانق، أن نشارك مشاعرنا، مخاوفنا وأفراحنا، وإن استطعنا فمن خلال الماسكات والمسافات، ولكن الطريق موجود، هو طريق للعثور على جزء ولو صغير مما فقدناه، إنه اللقاح. تقدم خطوة واحدة للأمام وخذ لقاح الكورونا، خطوة للأمام حتى نسترجع ما فقدناه. من أجلي ومن أجلك أيضاً سأتلقى لقاح الكورونا. رجاءً لا تتردد في سؤال طبيبك كيف ومتى تستطيع أن تأخذ اللقاح، ودعنا نجتمع ونلتقي سوياً.